احنا النهارده في والحلقه دي بتتعمل فاضل على يوم عرفه يومين، يعني بكره يبدا الحج. يعني بكره اسمه يوم الترويه، اسمه كده في السنه من الارتواء. ايه سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنه النبي ان قبل يوم عرفه بيوم يطلع منى، ما يقعدش في مكه. ناس كتير بتقعد في مكه، مش بقول ان هو غلط، بس انا بقول لك النبي كان بيحج ازاي. بيطلع ايه؟ منى. فهتلاقوا الافواج بتاعت الحج ناس كتير بتفضل قاعده في مكه وتطلع من مكه مباشره على عرفه. ماشي تمام، ان شاء الله حجه جميله وصحيحه. الحجه عرفه، انك تقف على عرفه. لكن النبي كان بيعمل ايه؟ لا، يقضي يوم 8، ما هو عرفه يوم 9 ذي الحجه، يقضي يوم 8 في منى. ليه؟ تاهيل نفسي. مكه زحمه ومكه فيها حركه كتيره. النبي صلى الله عليه وسلم عايزك تروح يوم عرفة، الله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانت اهدى بقى خالص، انت محتاج تركز. منى عاملة ازاي؟ منى خيام، منى مكان محدود وما ينفعش يتعمل فيه لمول ولا فنادق فايف ستارز فخمة، ما ينفعش، لان المكان لا يسمح. يا سبحان الله، يعني ربنا مختار، ولغاية النهاردة ربنا مختارها كده. مكة فيها بقى لا، يعني تبقى في وسط الدوشه وبعدين بكره طالع عرفه. روح منى، عايز تنبسط، عايز تنبسط الحجه قوي قوي قوي، وتقول الله اما الحجه كانت جامده جدا ورائعه جدا فعلا باحسان، اعملها زي النبي صلى الله عليه وسلم. يوم 8 اطلع منى. طب وهنعمل ايه في منى؟ تقعد في الخيام. اعمل ايه في الخيام؟ احسن فرصه انك تجهز نفسيا، بكره ربنا هيغفر لي. على فكره بكره ربنا هيغفر لي ان شاء الله، مش للحجيج بس، ولينا احنا في بيوتنا، لان يوم عرفه للجميع مش للحجاج بس. بس لو انت، انا بحكي بقى مشاعر الحج خالص النهارده يعني. فانت في منى هتلاقي نفسك عارف بتعمل ايه؟ بتصلي كتير، وهتلاقي نفسك عمال بتعاهد ربنا، وهتلاقي نفسك في حاله روحيه جميله جدا جدا جدا، لان بكره عرفه. على فكره هتبقى قلق وانت بتنام بالليل، انا عمري ما رحت منى ليله عرفه وعرفت انام كويس. ليه؟ بكره موضوع كبير جدا، بكره كل اللي فات يتمسح، بكره يعني ليله القدر، يا ترى بكره ولا لا. ومع ذلك بنبقى عندنا رهبه ليله 27، لان احتمال تبقى هي، انما بكره عرفه وانت رايح عرفه بكره. طب هي منى دي على بعد قد ايه من مكه؟ 13 كيلو. فانا مره حجيت مشي. يعني ايه حجيت مشي؟ يعني مكه منى مشي 13 كيلو، وبعدين منى عرفه مشي 15 كيلو، وبعدين من عرفه ترجع مزدلفه مشي 3 كيلو، وبعدين مزدلفه تروح ترمي الجمرات مشي 5 كيلو، وبعدين تقعد في منى، ما هي الجمرات عند منى، تقعد في منى 3 ايام، وبعدين ترجع مكه تاني 13 كيلو مشي. المجموع كله يطلع له 45 50 كيلو، بس دول بتعملهم في 5 ايام.